بسم الله الرحمن الرحيم. بنواصل مع حضراتكم أحداث مؤتمر بورسعيد الحادي عشر لحديث الولادة، اليوم السابع في المؤتمر. بنذيع النهاردة من عدة محافظات، بدأنا من الدهلية 10 صباحا، ثم من بورسعيد، ثم 2 ويبينار من محافظات مختلفة من القاهرة، ثم رجعنا لبورسعيد تاني. لكن دلوقتي طبعا هيبقى عندنا لقاء مختلف تماما، عندنا البلينري سيشن او بلينري ليكشر اوف ذا كونفرنس. عندنا رئيس المؤتمر الشرفي، قيمه علميه متميزه جدا في طب الاطفال وفي التطعيمات وفي التغذيه والامراض المعديه. معانا استاذ دكتور عمرو عباسي، استاذ طب الاطفال كليه طب جامعه اسكندريه، والخبير الدولي لدى منظمة الصحة العالمية ومنظمة الطفل اليونيسيف في التطعيمات والتغذية والأمراض المعدية. طبعا النهاردة هدينا محاضرة متميزة جدا، مختلفة جدا. النهاردة الأحدث في التطعيمات Contemporary Knowledge of Vaccines 2020. معانا الأستاذ دكتور عمرو عباسي، كل الجديد لحد النهاردة الصبح أستاذ دكتور عمرو عباسي بيحضره، سواء اللي ماشية في جدول التطعيمات الأساسي في مصر أو اللي هي خارج جدول الأساسي ولكن بتعطى في مصر وتهم الجميع كمعلومات. أحدث ما نزل في التطعيمات حتى صباح اليوم الخميس 22 أكتوبر هيقدمنا أستاذ دكتور عمرو عباسي اللي هيدخل معنا حالا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحقيقة بتكلم من بورسعيد، دي مفاجأة يمكن للجميع. الزميل العزيز الدكتور أسامة حسين عمل لي مفاجأة إن أنا أجي بورسعيد أدي المحاضرة بتاعتي من بورسعيد. أولاً أنا بشكر الدكتور أسامة حسين على هذا المجهود الخارق، اللي ما يتهاليش فيه مؤتمر اتعمل في جمهورية مصر العربية خلال الفترة السابقة 8 أيام متتالية، ابتدى يوم 16 وينتهي بإذن الله تعالى بكرة إن شاء الله يوم الجمعة 23 في القاهرة. الدكتور أسامة حسين راجل متميز بالجدية وبالاهتمام والانضباط الشديد جدا جدا جدا، فأنا بشكره، والحقيقة يعني بشكره إن هو اختارني للعام الرابع رئيس شرف للمؤتمر. وأنا هبتدي دلوقتي المحاضرة بتاعتي. الكلام في التطعيم الحقيقة هو التطعيم ده فن، أنا بحطه كده تحت بند الفنون، مش مجرد حاجة عادية. ليه بقى؟ لأنه محتاج احترافية وطريقة تصرف سريعة جدا جدا مع كل حالة، يعني كل حالة لازم تبقى تيلورد، ما تبقاش حاجة نمطية الكتاب بيقول كده لازم تدي كده، لا، كل حالة لها نظام مختلف، وخصوصاً بالذات الحالات اللي هي المرضية اللي هي بتشكو من كانسر أو ليمفوماز أو مشاكل تحتاج إلى تفصيل معين لنظام تطعيم خاص. إحنا مش هنتكلم فيه ده النهاردة، ولكن هنبتدي نتكلم نقول إن التطعيم أصلاً ده أصلاً الأم بتبتدي تطعم وهي طفلة، يعني الأم بتطعم وهي طفلة فعلاً. فإذن البيبي اللي جاي ده أوريدي جاي جزء منه مطعم نتيجة تطعيم أمه. فالأم الصغيرة الشابة الصغيرة مطعمة بكل الطعوم، فبتنقل لابنها بعض هذه الحاجات، وخصوصا بقى لو عملتم زي ما انا عملت مع بنتي وهي مخطوبه، طعمتها بالام ام ار
والفاريسيلا. والحقيقة بعد ما طعمتها قلت الله، طب وولاد الناس التانيين ليه لأ؟ فابتديت أطبقها عندي، وطعم كل الشباب اللي هم كانوا عندي بنات صغيرين وهم مخطوبين كنت أقول لهم لازم نطعمه، وطبعاً بيطعموا قبل جواز على الأقل بثلاث شهور عشان ما يحصلش أي بروبلم. احنا النهاردة هنتكلم على موضوع الكونتمبرري فاكسين نوليدج 2020. contemporary يعني الحديث، الحديث في عمليات التطعيم. طيب هو طبعا انا عشان اقدر اتكلم على التطعيمات اللي انا هقولها النهارده، انا محتاج حوالي ما بين 24 ساعه ل 48 ساعه. طبعا ده الدكتور اسامه مش هيدولي خالص، لان هاخد يومين في المؤتمر ليل نهار ومش هينفع. فأنا هعمل حاجة اسمها من كل بستان زهرة، يعني كل موضوع هاخد له 2 or 3 سلايدز بالكتير، هتكلم على حاجة فيه واحدة، الباقي بقى في محاضرات أخرى ممكن نلتقي فيها هنتناقش فيها مع بعض، وهنتكلم على كل حاجة على حدة. فدي بعض التطعيمات اللي احنا شايفينها قدامنا، هنبتدي ناخدها واحدة واحدة ونتفاهم فيها مع بعض. لو هنمسك الدي بي تي او بره بيقولوا عليه دي تي بي، هم بيقولوا كده عليه، والهيباتيتس بي والاتش اي بي او الهيموفيلس انفلونزا، الدي بي تي أو الثلاثي، الثلاثي البكتيري، فالدفتيريا والبرتاسس والتيتانس. طب هم فيهم إيه المهم فيهم قوي نخلي بالنا منه من الأمراض؟ في حد فيكم شاف دفتيريا دلوقتي؟ هل حد شاف بوست دفتيريتك؟ أنا شخصياً ما شفتش دفتيريا كتير قوي، رغم ان انا عمري 77 سنه ونص ما شفتش الدفتيريا كتير، لكن شفت بص دفتريتي كانت جلنا من الارياف اللي هي النك دروب، وكانت حالات ما اظنش ان في حد بيشوفها. اذا الفاكسين دلوقتي منع حاجه ما عدناش بنشوفها خالص. طيب البرتاسس اليمنت، البرتاسس إليمنت، هل أنتم بتشوفوا سعال ديكي في الوقت الحالي بكثرة؟ ما أظنش. أنا كانت رسالة الدكتوراه بتاعتي كانت عن البرتاسس، كانت study of beta adrenergic receptors in pertussis. أستاذي رحمه الله الأستاذ الدكتور مصطفى كمال بدر الدين حضر مؤتمر في اليابان وجاب لي الفكرة، وكانت عملية معقدة شوية، هي مش مجرد هوبينج كاف عادي كده. ودرسنا البيتا أدرينرجيك ريسبتورز اللي هي في الأزمة والكلام ده، فدرسناها في الهوبينج كاف. فأنا فاكر كويس جدا قال لي انزل يا عمرو شوف لي هتقدر تلم عدد حالات قد إيه عشان نحطها في البروتوكول. فنزلت ورجعت له بعدها بعدة أيام، قلت له حضرتك حط أي عدد؟ قال لي ما تندفعش يا عمرو، لأن ده ممكن هيتحط في البروتوكول يبقى لازم تنفذه. قلت له أنا عندي، أنا فوجئت إن أعداد كبيرة جدا موجودة، وفعلا كان أعداد غير طبيعية. كان الكلام ده سنة 1971. النهاردة ما بنشوفش الهوبين كاف كتير، لكن في حالات بيحصل فيها ريكروديسنس كتير دلوقتي، وهنتكلم ليه. طيب التيتانس، أنا فاكر إنه التيتانس ده بالذات التيتانس نيوناتورم كان الحقيقة يعني بأعداد رهيبة. أنا فاكر لما كنت بروح الأرض عندنا، وكان والدي رحمه الله الأستاذ دكتور أحمد شفيق عبد عباسي رئيس قسم طب الأطفال، كنا بعد ما نخلص زيارتنا في الأرض
كنا نقف يقفوا لنا طابور الناس عشان نكشف عليهم، فكان عدد جبار من التيتانوس نيوناتورا كان يحولهم على طول على اسكندرية على المستشفى أو الحميات. إذن كان الكلام ده، دي حاجات كلها ما عدناش بنشوفها. إذن التطعيمات لها فائدة جبارة فعلا في القضاء على أمراض قاتلة. إذن the immunization schedule that was released by the American Academy of Pediatrics 2020 was modified to add a clarification to the catch-up recommendation that the dose 5 is not necessary if dose 4 was administered at the age of 4 years or older, and it was given at least 6 months after the third dose. إذن الجرعة الخامسة ممكن ما نديهاش إذا كانت أعطيت 4 جرعات والجرعة الرابعة بينها وبين آخر جرعة الثالثة 6 شهور. البريجننت ويمن، السيدات الحوامل، احنا عندنا في مصر الحقيقة بيعملهم حاجات حلوة قوي، شود جيت ذا تي دي اي بي. التي هنا كبيرة يعني هو كمية التيتانوس هو الكبير، بينما الدي صغيرة، و اي بي اللي هو الاسيلر بيرتاسس عشان ما يعملش بروبلم عند الام، لان احنا عارفين ان البيرتاسس ما بندوش للاطفال بعد سن 5 سنوات اللي هو هول سيل، على اساس انه ممكن يسبب تشنجات وممكن يسبب مشاكل عصبية، وبالتالي بنفضل ان احنا ندي الاي سيلولر بالنسبة للام في الثيرد تريمستر افري بريجننسي. البرتاسس فاكسين بقى، هو البرتاسس فاكسين في العالم كله اتغير الا في مصر عندنا. في مصر عندنا هول سيل، بينما وفي الهند طبعا، وعشان كده احنا في مصر ما كناش بنشوف زي العالم كله هوبينج كاف كتير، رغم ان احنا كنا بنشوف طبعا زي ما قلت لكم انا شفت كتير، لان دول ما كانوش بيطعموا اصلا، يعني ده دول ما كانوش اصلا بيطعموا، اللي بيطعم ما كانش بيجيله. اذا هول سيل فاكسينيشن بيدي سوليد اميونيتي، وبيدي a prolonged immunity. دول حاجتين مهمين جدا جدا، solid immunity و prolonged immunity. بينما دلوقتي ال acellular type اغلب ظن العالم، مش ظني، ان هو بيدي فرصة لانه الناس مناعتهم بتقل شوية شوية، وبالتالي ممكن يحصل عدوى للنوار، وبالذات جدود الأطفال. فجدود الأطفال دول دي مشكلة كبيرة جدا جدا، ودي مشكلة في الولايات المتحدة الأمريكية، و يعني هم دلوقتي بيطلعوا فاكسينز عشان الناس الالدرلي في هذا المجال عشان ياخدوا على هذه المشكلة الجامدة، لأنه لما يجي هوبين كاف لواحد كبير طبعا تعمل له مشاكل رهيبة. فإحنا لازم نخلي بالنا في هذا الموضوع. Despite the high vaccine coverage in many parts of the world, pertussis is resurging in a number of areas in which a cellular pertussis vaccine are primary vaccine administered to the infants and young children. This is attributed in part to the suboptimal and short-lived immunity elicited by a cellular pertussis vaccine and their
inability to prevent nasal colonization and transmission of the etiologic agent of Bordetella pertussis. An alternative option to maternal vaccination انه الطفل يتعمل فاكسين للنيو بورن. وهم دلوقتي الحقيقه the monovalent cellular pertussis vaccine is immunogenic and safe in neonates and if licensed لسه ما اخدش موافقه and available وتوفر would be valuable for newborn whose mothers did not receive the TDAP vaccine during pregnancy. الهيموفيلس انفلونزا فاكسين او هيب فاكسين يعني هو الحقيقة من الحاجات اللي هي عملت انقلاب في عالم انخفاض حالات المننجيتس في العالم الغربي وعندنا في مصر دخل بقى في طعم المخمس مش الخماسي وهنجيله بعد شوية. الهيباتيتس بي فاكسين its benefits not just to vaccinate but the entire community, the increasing immunization rate have shown to reduce morbidity and mortality from the virus. من سنة 2000 لسنة 2014, the rate of acute hepatitis B infection in adults dropped by 50%. الهيباتيتس بي فاكسين يعتبر واحد من ال anti-cancer vaccines. ده أول anti-cancer vaccine بنعدي عليه هنعدي على واحد تاني بعد شوية anti-cancer vaccine إذن في vaccine للcancer to prevent it. This effect عشان كارسينوما بتاعت الليفر فإذن ده بيحفظ الأدلس والأطفال كمان من أي كارسينوما تحصل له. Therapeutic vaccination in chronic hepatitis B vaccine infected patients can cause شوف دي ده بقى دي فايدة أخرى بقى غير إن إحنا بندي كنورمال immunization schedule لا ده بقى شوف بقى in chronic hepatitis B virus infected patients can cause anti-hepatitis B virus immune responses able to remove and or cure infected hepatocytes. In particular, the efficacy of therapeutic vaccine seems to improve by combination therapies. فدي حاجة أو بقى hepatitis B vaccine بقى anti-cancer بقى علاجي للناس اللي already عندهم chronic infection. لو دخلنا على pneumococcal vaccines زي ما احنا شايفين كده قدامنا البوليساكرايد فاكسينز اللي هو عندنا مجموعة من الفاكسينز اللي هو النومو فاكس 23 وعندنا البي سي في 7 و 10 و 13 ويعني أنا كده كملخص مش هخش في ديتيلز فيهم لأن دول عايزين محاضرات. ابعدوا 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 النوموكوكل فاكسين ابعدوه عن تطعيمات الكونجيجيت مننجايتس الجديدة. في منهم أصناف بتعمل مشاكل مع واحد من صنف الأصناف والتاني برضه فابعده خالص خليه 30 يوم يا تدي قبليه يا تدي بعديه رغم
ان في بلدان في العالم بتدي زي المملكة العربية السعودية، ولكن انا لقيت برضو بعض الشباب اللي هم بيسألوني باستمرار بيلجأوا لي يقولوا لي احنا دلوقتي معانا جدول من السعودية، لكن احنا عارفين انه الفلان الفلاني الطعم الفلان الفلاني ما تعطاش معاه النموكوك الفلان الفلاني. فعشان نبسط الامور وما عملش اي كومبلكس ولا بروبلم، ما تدوش نموكوك الفاكسين مع منينجوكوك الفاكسين في نفس اللي هما الكونجوجيت الجداد في نفس الوقت، اديهم ابارت 30 يوم. The introduction of pneumococcal conjugate vaccine PCV 7, 10, 13 and the polysaccharide vaccine PPCV 23 have reduced the effectivity of severe pneumococcal disease. Secondary herd protection of non-vaccinated adults has proven to be an additional public health benefits of childhood immunization with PCVs, particularly in case of the vulnerable elderly who are at increased risk. دي مهمة جدا جدا جدا. يعني هنا الأحفاد هم اللي بيعدوا الجدود. إذن لما نطعم الحفيد الطفل الصغير مش هيعدي جده، ودي عملية بروتكشن. وهنا تحط الوقاية خير من العلاج. ننقل بقى على الروتا فيروس. طبعا الروتا دي عاملة مجموعة أسئلة كثيرة جدا جدا، لكن احنا هنكون قدر الإمكان شوية يعني متفاهمين ازاي الروتا ده يتعطى. في ناس تقول لك هو الروتا يا دكتور مهم ولا مش مهم؟ هو لو شاف حالات جالها روتا هيجري ياخد طعم الروتا، خصوصا انه هو الروتا ده محاضرات كتيره. انا اديت للروتا لوحديها محاضرات كتيره، فاحنا مش هنخش في موضوع الروتا، لكن يعني هو مهم. طب ايه هو اقل سن ممكن ادي فيه الروتا؟ 42 يوم. في ناس هتيجي تقول لي الله 42 يوم انت قلت لنا انه الروتا ده ما يتعطاش مع البوليو الا لما يكون عدى شهر. لا، الروتا ممكن تدي 42 يوم وتدي طعم البوليو في شهرين، ما فيش مشكلة. هو كل ما وجد وشركات التطعيم كتباء وواضحة جدا انه الإيفكت بتاع البوليو لا يتأثر الأورال بوليو، وان شاء الله ده باي the year 2023 سنة 2023 هيكون انتهى هذا الموضوع، لأنه هنكون قلبنا كله على الاي بي في أو الكيلد فاكسين أو السولك فاكسين، وهنجيله دلوقتي بعد شوي. فإذا ممكن كل الحكاية أنه الليفل بتاع الإميونيتي بتاع الروتا ممكن يقل همسة شوية، أو الشركات كتب هذا الكلام. فعندنا صنفين، اما الروتاريكس وده بيتعطى 2 دوزز، اما الروتاتيك وده بيتعطى 3 دوزز. الروتاريكس بيتعطى في شهرين واربع شهور، والروتاتيك بيتعطى في شهرين واربعة وستة. طيب افرض واحد، دي بقى السؤال دايما بنتسأله، if any dose in the series of either Rotatec or unknown default 83 doses series. خلاص يعني انت مش عارف دخل روتاريكس اللي هو بتعطى 2 ولا روتاتيك، خلاص
لو جالك قال لك والله انا مش عارف ومش عارف اسم العلبه وما مش مكتوب له في الكارت بتاعه، كملهم ثلاث جرعات وخلاص، ده كاتش اب فاكسينيشن نو بروبلم. دو نوت دي بقى نقطه هيحصل عليها جدل كتير جدا جدا. Do not start the series on or after 15 weeks and 0 days. Well, the maximum age for the final dose is 8 months, 0 days. عليها جدليات كثيرة، كلام كثير، ومناقشات كثيرة. شوفوا الانسرت ليفلت بتاع جي اس كي سامحه انه لغايه الجرعه الاولى تتعطى لغايه 5 شهور والجرعه الثانيه لغايه 6 شهور، يعني يبقى بينهم بعض شهر، 5 و6. يعني افرض واحد جالك لك يا دكتور انا زعلان انه قلتهم انه هو الطعم بيتعطى في 15 اسبوع وانا ابني عدى دلوقتي وعنده قرب على 4 شهور ونص او 5، لا 5 شهور، لغايه 5 شهور هياخد الطعم بتاع جي اس كي، بتاع جي اس كي اللي هو الروتاريكس. طب والجرعه الثانيه بعدها بشهر، يبقى ايه عند 6 شهور. اذا بالنسبه للروتاريكس ممكن لغايه 5 شهور والحد الأقصى لها 6 شهور. هو ده الجديد في هذا الموضوع بتاع تطعيم الروتا. طيب إيه هو الجديد بالنسبة للروتاتيك؟ بالنسبة للروتاتيك هم 3 جرعات. هم مصممين في الشركة عندهم إنه الجرعات ما تعديش 8 أشهر، ده الحد الأقصى بتاعها 8 شهور. طب الجرعة الأولى هم ملتزمين بتواريخ الجرعة الأولى زي ما قلنا قبل كده 15 ويك و 0 دايز، هم كانوا ملتزمين بهذا. الله، ده أنا قدامي هنا حاجة بقى بتقول الدبليو اتش او بتقولها، بتقول لك ما تديش الروتا بعد 24 شهر، يعني قبل 24 شهر تديه. دي هتعمل لنا بقى هيصة، هتعمل لنا هيصة وتهيص الناس. انا فاكر كنت في مؤتمر في اليونان، المؤتمر الدولي، وبعدين قابلت واحد زميل كان من الصعيد، وبعدين قال لي والله يا دكتور عمرو انا عندي مشكلة، الاطفال اللي هم بتوع الروتا دول يعني ما بيعضوا بسنانهم على بتاع اللي انا بقطر بيها، بعصات بيقطعوها. قلت له يعضوا ازاي هم عندهم سنان اصلا؟ احنا بندي الاطفال دول اقل من 6 شهور. قال لي لا لا لا، احنا عندنا بنديه بعد كده، انا بديه لغايه سن 3 و4 سنين و5 سنين. انا سكت طبعا لانه ما اقدرش، ما كانش وقتها، الكلام ده كان من 10 سنين، فما قدرتش اقول له حاجه الا انه القواعد العامه بتعمل كده وكده 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 وخلاص. لا، هنا بقى الدبليو اتش او قالت انه لا يعطى بعد 24 شهر. هل بقى قبل 24 شهر ممكن تديه؟ دي بقى تناقشوا فيها مع الدبليو اتش او، مش معايا ومش مع الدكتور اسامه. الMMR showed شوفوا هنا بقى الMMR ده موضوع تاني برضو، ده موضوع جديد. الMMR ده طعم جميل جدا جدا، بس مهم جدا جدا، وخلي بالكم منه وانتوا بتدوه، انه مفهوش بريزيرفاتيف، فممكن يحصل منه كونتامينيشن لو كانت العبوة بتاعت 10 أفراد. وبعدين ما يترجش، لأنه لما يترج يعمل السيرفس تنشن بتاعه يتغير فيبوظ شوية حاجات، الضوء يأثر عليه،
الحرارة تأثر عليه. طعم very very delicate and very sensitive. خلي بالكم منه، طعم الحصبة مش هزار. أنا كنت بدي في أفريقيا محاضرة، وكانوا ناس جايين من فرنسا، والستات بيقولوا لي إحنا الناس بتجيلنا بطعم الممار حاطينه في شنطتهم، فقيتهم كده ولا في تلاجة ولا في حاجة. لا، ده الكلام ده ما ينفعش أبدا. فالممار showed promising results when used for other diseases. بقى شوفوا بقى ده أو ده الحديث. This is the contemporary. Namely recalcitrant warts and molluscum contagiosa. It may result in induction of cellular immunity response, which can accelerate the destruction of the virus and virus-infected host cells. دي فايدة تانية خالص احنا مش بنديه عشانها. ده عالجوا بيه بتوع الجلدية. والسنة اللي فاتت الحقيقة يوم 2 أغسطس سنة 2019 استضفني الدكتور أسامة حسين هنا في بورسعيد وفي هذا المكان ونفس الحتة اللي أنا فيها دي، وكانت محاضرة الدرماتولوجي اتكلمنا عليها بتوسع شديد جدا جدا. وفي اليوم التالي اتكلمنا في مستشفى النصر الجديدة الجميلة، يعني أشرف أن أنا دخلتها ويعمل فيها الدكتور أسامة حسين، وكلمت على vaccination of immunocompromised infants and children. أنا ماسك معايا هنا ستوب ووتش مشيت 28 دقيقة لغاية دلوقتي. A recent national-wide cohort study strongly supports that MMR vaccination does not increase the risk of autism. لو سمحتم والنبي ربنا يخليكم، أنا عندي محاضرة مخصوصة على الكلام ده والأوتيزم، ويعني كافة الكلام عليها ملهاش علاقة بالأوتيزم خالص، لأن دي قصة متداولة في التلفزيون ومتداولة في الجرائد ومتداولة عند بتوع الأطباء العصبية. ف it does not trigger autism in susceptible children and is not associated with clustering of autism cases after vaccination. وبعدين فيها أقول لكم حاجة، لو حد جالكم وقال لك والله ده أنا بنت أختي كان عندها اوتيزم وكانت خدت طعم الام ام ار، لو هو مش عايز ياخده خلاص ما تدهولوش، لانه لو حصل له اوتيزم بتاع. لكن طبعا هتحذره انه لو جاله حصبه ممكن تعمل له later on sub acute sclerosing panencephalitis، ممكن تعمل له حاجات مشاكل. فانت لو فهمته هيقول لك لا طعم. احنا دخلنا بقى في الكومبايند فاكسينيشن، او زي ما بتروحهم عند اي محل زي ماكدونالد او شيليز او اي حته وتقول له انا عايز كومبو. كومبو ده بيبقى ايه؟ بيبقى ساندويتش وبيبقى معاه بطاطس وبيبقى معاه واحد بيبسي او كولا، فده الكومبو. طب الكومبو هنا ايه بقى؟ الكومبو انه يجمع عدد من الطعوم مع بعضيها عشان يقلل من عدد زيارات الطفل الى العيادة. طبعا في ناس تقول لك لا احنا عايزينه يجي لنا كل شهر مرة كل شهر مرتين. لا، خلينا حلوين، والدكتور ده عمل انساني، ان شاء الله ربنا يرزقك اكتر واكتر، لكن خدمة العيان هي نمبر 1. فايه هي البنفيتس بتاعت الكومباين فاكسينز؟ عدد قليل من الفيور انجكشنز،
higher rate of compliance with complex vaccination schedule. يعني افرض واحد جالك ومتأخر عليه كمية طعوم كتيرة جدا، هتقعد تشكشك فيه مرة دي بي تي ومرة اتش اي بي ومرة اي بي في او او بي في ومرة مش عارف ايه. طب بتدوم له يا اخي في او يا اختي في طعم واحد، ها هو ده هنا كده. يعني for catch up it is mandatory، mandatory بقول عليه لازم يتعاطى الكومبايند فاكسين. Better vaccine coverage, timely vaccination schedule complicated or time. أنا عندي محاضرة بعد فيها عدد الحقن اللي بيتعط فيها الطفل، عدد رهيب جدا. Reduced administration cost, lower storage space requirement. على طول يعني اديت واحد بعد شهر ممكن تدي بقية الحاجات التانية. Allows incorporation of additional vaccine in schedule. الكومبايند فاكسينز ايه هي؟ هي ممكن تكون دي بي تي اللي هي الدفتيريا والتيتانس والبرتاسس، اما دي تي هول سيلز وبرتاسس، او دي تي سيلر برتاسس. ممكن يكون دي تي بس لوحده، ممكن يكون تي دي، ممكن يكون تي دي اي بي. اي بي يعني اسيلر برتاسس. ممكن يكون المخمس. المخمس ده بتاعنا اللي هو بيتعطى دلوقتي في وزارة الصحة، عبارة عن واحد دي تي بي، والبي هنا هول سيل، ودي لها فائدة ولها مشاكلها. و اتش اي بي اللي هو هيموفيلس انفلونزا وهيباتيتس بي، يبقى خمسة. ده غير الخماسي اللي هو فيه اي بي في ودي تي اي بي و اتش اي بي. هو ده اللي يفرق، الخماسي في اي بي في وما فيهوش هيباتيتس بي. طيب يبقى في بعد كده الدي تي اي بي والهيباتيتس بي اند اي بي في، دول يخشهم هيخشهم بعد شويه. يبقى ده مخمس خماسي بالاي بي في، اي بي في اتش اي بي و دي تي اي بي. في طعم جديد دلوقتي نزل السوق حديثا قوي اللي هو الهكزا سداسي، هكزاكسين. ده عباره عن دفتيريا وبرتاسس، والبرتاسس هنا سيلولر وتيتانس، ومعاه هيباتيتس بي، ومعاه سولك فاكسين او كيلد بوليو فاكسين، ومعاه هيموفيلس انفلونزا. يبقى اذا في ديفتيريا وتيتانوس واسيلر برتاسس، هيباتيتس بي، اي بي في and HIV. في حاجات تانية برضو اسمها فيها هيباتيتس A وتايفويد اللي اسمها فيفاكسيم، وفي حاجات فيها هيباتيتس A و B ودي ما تتعطاش قبل سن سنة أبدا، اللي هي اسمها توين ريكس. في طبعا MMR ميزز مامس وروبيلا، وفي في أمريكا بيحطهم الفاريسيلا معاه فبيبقى الـ MMRV اللي هو ميزز مامس روبيلا فاريسيلا،
ووجدوا علميا ان لما تدي الام ام ار لوحده في ايد وتدي الفاريسيلا في الثانية، الحرارة او الفيفر او رياكشن بيحصل اقل منه لو تدي ام ام ار في. So MMRV combines the MMR and varicella vaccine and is routinely recommended and preferred to those of 4 to 6 years of age. يعني في البوستر دوز for the second dose of varicella vaccine. طيب هل في interaction of hexaxime with other vaccines? There are many, maybe a clinical relevant interference in the antibody response of hexaxime and varicella vaccine. And these vaccines should not be administered at the same time. ID contemporary, جديدة. جديدة على الناس اللي هي ما بتاخدش بالها والطعم كله على بعضه. لا، ما تديش طعم الفاريسيلا في نفس الوقت مع الهكزاكسين. يبقى طب ندي امتى؟ بعدها بشهر. يا تدي الفاريسيلا قبلها بشهر وتدي دي بعدها بشهر، يا تدي الهكزاكسين وبعدين الفاريسيلا بعدها بشهر. وده الافضل طبعا انك تدي 6 تقي طفل ضد 6 وبعدين تقي ضد 1 كده. تمام. الهيباتيتس اي فاكسين، دي حلوه قوي. احنا هنا مش مركزين قوي في بلدنا على الهيباتيتس اي فاكسين، وكان فيها نقص شديد جدا، لكن يتهيألي انه توفر وهينزل. هو الموجود 1440 لكن الأطفال بياخدوا 720، وعلى آخر السنة أنا بديكم أهو يعني معلومة إنه على آخر السنة جي إس كي هتنزل 720 إن شاء الله، فهينزل 720، فهيبقى سهل بدل ما تاخد نص الحقنة وتسيب نص التاني وهكذا، يبقى تدي 720. وبعدين الهيباتيتس A تدي حقنة وبعدين بعد 6 شهور حقنة. طب نسي سافر، طب يعمل ايه؟ لا، لا تكرر، لا يتكرر تطعيم الهيباتيتس A. عدى سنة ادي، عدى سنة ونص ادي. شركة جي اس كي بتقول لك لغاية 5 سنين كمان. دي جديدة برضو، الكونتمبرري الجديدة أو المعلومة الجديدة. فعندك لغاية سنة أو سنة ونص دي كاتبينها في الانسرت ليفلت، لكن بقي كده ممكن لغاية سن 5 سنوات. فدي immunization schedule that was released by the American Academy of Pediatrics 2020 was modified to infants routine catch up vaccination for children from age 2 through 18 years. 2 يعني يقصد 2 years. ما يتعطاش طعم الهيباتيتس A إلا ممكن بعد سن سنة ممكن يعني. فده ممكن إنه يتعطى زي ما قلنا. فالروتين فاكسينيشن 2 doses، قلنا الكاتش اب او قدامنا اتكلمنا عنه، مش هنقعد نضيع وقت فيه اكتر من كده. المينينجوكوكال فاكسينز اظن السوق دلوقتي بقى الحمد لله بقى موجود فيه اصناف جديده جدا من المينينجوكوكال فاكسين، وكنا زمان بنضطر نستنى لغايه سن 2 سنين عشان ندي طعم المننجايتس. لا، دلوقتي بقى في طعمين، واحد فيهم بيتعطى اعتبارا من 2 شهر من العمر وبيتعطى 3 جرعات، واحد فيهم بيبتدي من 9 شهور وبيتعطى 2 جرعة. انا مش هتكلم عنهم لانه الدكتور اسامه امبارح اتكلم على لا ما اتكلمش الدكتور اسامه ما اتكلمش هو كان بيتكلم على الهكزاكسيم.
لكن في ناس اتكلمت على مينجوكوكال فاكسين في خلال الأسابيع الماضية، فأنا مش هتكلم عليهم. هم مهمين جدا جدا جدا، وأنا من الناس اللي كنت بأحرص أن أنا أطعم كل طفل بشوفه في عيادتي عند سن سنتين، لكن دلوقتي بقت في حاجات مختلفة. وكل اللي أنا بقوله زي ما كنت لسه بقول عن نوموكوكل، لو سمحتم في النوموكوكل فاكسين ما تدوش مع المنينجوكوكل الجداد الاثنين في نفس الوقت، خلي بينهم من بعض في شهر أفضل، وما تلخبطوش نفسيكم. Who should get meningococcal vaccine؟ مين اللي هو لازم ياخده؟ Routine vaccination dose اللي هو أكتر من 9 شهور زي ما قلت، أو في أكتر من شهرين، قلنا الصنفين دول. Routine vaccination 2-dose series في الصنف اللي هو type B اللي بتعطم من 11، ده دي الجرعات اللي هي المنشطة اللي ممكن تديها أو كاتش أب، فعندك من 11 ل 12 سنة ومن 16 ل 18 سنة ده اللي تعطى. في تايب سي من أنجايتس، ده بيتعطى في إنجلترا، في إسبانيا، في فرنسا، في كندا، وده بيتعطى للأطفال النيوبورن شهرين وأربعة وستة سي بس لوحده. وبي ده بيتعطى للأطفال، أو مش أطفال بقى يعني شوية، اللي هم التين ايجرز اللي هم فوق 9 سنوات ولغاية 55 سنة. أو دي عندنا كل الكفرج والحاجات دي، مش هنضيع وقتنا فيهم. بعد كده الفاريسيلا، الفاريسيلا ده طعم جميل جدا جدا، و الايفيدنس فروم بيشنتس فاكسينيت اجينست شيكن بوكس انديكيتس ذات ذا فاكسين نوت اونلي بريفنت شيكن بوكس بات اولسو ادلت اونست بتاع شينجلز، لان هو الحقيقه لما الطفل يبقى عنده وقايه مش هيعدي جده، الحفيد مش هيعدي جده. وزي ما احنا شايفين كده ان ممكن تطعيمات الفاكسينز تبقى كده بالطريقه دي كده، فيعني مش لازم نلخبط الناس. الهيومن بابيلوما فيروس هو تاني فاكسين انتي كانسر. احنا قلنا الهيباتيتس بي، قلنا الهيباتيتس بي، وقلنا الهيومن بابيلوما فيروس، وايمونايزيشن سكيدول ووز ريليزد باي ذا امريكان اكاديمي اوف بيدياتريكس 2020، وهو بيتعطى من 9 سنوات الى 12 سنه، و بيتعطى للبنات والصبيان كمان. وزي ما احنا شايفين هنا كده اهو، من 9 ل 10 سنين 2 doses، ومن 11 ل 12 سنة 2 doses، وبرضو من 13 ل 14 سنة 2 doses، وإذا عدى بقى 15 ل 26 سنة 3 doses، وفي صنف بيتعطى لغاية 45 سنة أو 46 سنة. High risk for cancer human papilloma virus have a casual causal role in prostate cancer. يعني الحقيقة although hepatitis B virus are only one of the many pathogens that have been identified in prostate cancer, they are the only infectious pathogens which can be prevented by vaccination. فدي مهمة جدا جدا جدا. بعد كده vaccination has reduced the prevalence of oropharyngeal cancer compared to the non-vaccinated group. ده الجردزيل، الجردزيل نزل منه صنفين 4
وتسعة. تسعة مش موجود عندنا في البلد خالص، لكن أربعة هو الموجود. أنا هضطر أجري شوية عشان ما قدميش غير 15 دقيقة. فالهيباتيتس بي فاكسين، الهيومن بابيلوما فيروس فاكسين also have value in post-excisional treatment of high-grade cervical intraepithelial metaplasia. Meta-analysis showed a significant risk reduction of developing recurrence after surgical excision and human papilloma virus vaccination compared to surgical excision only. الفلو فاكسين هاخدها راب اب الاول، انه في تو فاكسينز موجودين دلوقتي في السوق، والتو فاكسينز الموجودين في السوق دلوقتي اللي هم الانفلوفاك تترا والفاكسي جريب، ده نزل خلاص. دي بقى معلومه جديده خالص، فيري ريسنت، نزل في فاكسيرا بس، التترا برضو نزل امبارح. فده the most recent، انه الفاكسي جريب تترا نزل امبارح في فاكسيرا. معرفش هينزل في الصيدليات ولا لا. التترا دول عبارة عن اربع حاجات، اربع فيروسز. وموست انفلونزا فاكسينز افيلابل ان ذا يونايتد ستيتس for the 2021 season will be quadrivalent vaccine with the exception of MF59 adjuvanted, which is expected to be available in both trivalent and tetra, quadrivalent. الانفلونزا فاكسين، الانفلونزا فاكسين دي مهمة جدا جدا. طيب هنبتدي ما عندناش احنا دلوقتي في مصر حاليا السنة دي 2021 ما وصلش لسه الترايفيلنت اللي هو ممكن يتعطى للأطفال اللي هم من 6 شهور فما فوق. الترايفيلنت اصلا بيتعطى 0.25 مل جرعه اولى، وبعد شهر جرعه ثانيه للاطفال اللي ما خدوش ولا مره قبل كده. اما الانفلوفاك او الفاكسي جريب التترا رباعي، ده ما يتعطاش الا للاطفال فوق 3 سنين والأدلت. طيب لو أطفال من 3 سنين ل9 سنين وما خدوش قبل كده خالص الترايفيلنت السنوات اللي فاتت، ما خدوش، يبقى ياخدوا واحدة كاملة وبعد شهر واحدة تانية. لو كانوا خدوا ترايفيلنت السنة اللي فاتت يبقوا ياخدوا واحدة بس. دول اللي هم من 3 سنين ل9 سنين، بعد كده بيتعطى الطعم مرة واحدة بس كده. تمام، يبقى وضحت الصورة بالنسبة للإنفلونزا. فإنفلونزا vaccination of persons أو بتاع يعني، خلاص عشان ما نضيعش الوقت. The 2020 American Academy of Pediatrics Immunization Schedule changed recommendation for the influenza vaccine under the routine immunization section to confirm use of any influenza vaccine appropriate for age and health status annually. دي نقطة برضو جديدة، ابتدت من 2018. Egg allergy is not a contraindication. The ACIP no longer consider egg allergy as a contraindication to influenza vaccination.
Yet patients with egg allergy symptoms other than hives, such as angioedema, respiratory distress, etc., should be vaccinated under supervision of a healthcare provider who is able to recognize and manage severe allergic conditions. الأورال بوليو فاكسينز، الكلام ده أنا هقوله يمكن لشباب مصر، يمكن هم ما عصروش هذا الكلام. أنا الحقيقة اليونيسف وأنا كنت يعني لسه طبيب مقيم على وش معيد، طلبوا مني إن ما أعرفش طلبوا مني ليش، مين أنا يعني طلبوا مني ما أعرفش، إن أنا أجيب لهم عدد الأطفال اللي عندهم بوليو بيتعالجوا في الفيزيوثيرابي عندنا في مستشفى الشاطبي للأطفال، على أساس إنها كانت هي اللي بتلم من كل الحتت، يعني من أول مرسى مطروح لغاية كفر الشيخ والبحيرة. فأنا نزلت عديت الحالات وجبت لهم أسامي وجداول وحاجات زي كده، وكان الناس اللي بتعالجوا في الفيزيوثيرابي العدد الحقيقة يعني يتخطى 1400 حالة بوليو في هذا الوقت. دلوقتي أنت لو طلبت واحد يشوف حالة بوليو مش هت أو عايز تدرس على حالة بوليو مش هتلاقي، لأنه 2006 كان انتهى البوليو، ده مش 2006 ده 2004، وبنقعد سنتين عشان نقول confirmed انه ما فيش بوليو خالص موجود عندنا. فانا هحكي يعني يمكن نحكي قصة كده سريعة وانا ماشي دلوقتي عن تاريخ البوليو بصفة ان انا كنت راجل مهتم جدا بالبوليو. All children worldwide should be fully vaccinated against polio and every country should seek the WHO position to achieve and maintain high levels of coverage with polio vaccine in support of the global commitment to eradicate polio. أو ده من الحاجات، هو eradicated من مصر، لكن لسه في بعض البلدان زي أفغانستان ونيجيريا فدي دول ما زال فيهم بعض الحالات. WHO no longer recommends an or OPV only vaccination schedule for all countries currently using OPV only. At least one dose of IPV should be added to the schedule. واحنا دلوقتي في 4 شهور من العمر بندي جرعة IPV، يعني ده دلوقتي روتين عندنا في جدول مصر، في 4 شهور بندي كيلد فاكسين اور سولك فاكسين اور IPV. In polio endemic countries and in countries at high risk for importation and subsequent spread, WHO recommends and by OPV lower 0 dose followed by a primary series of BOPV doses and at least one IPV dose. احنا ما بنديش دلوقتي طعم الـ OPV تترا ثلاثي، لا بنديه باي 2. The primary series هنقولها كده بسرعة خلاص، احنا بنديهم عشان ده كلام كتير قوي هيضيع وقت جامد. يمكن هوريكم برضو المجهود اللي احنا عملناه ده. The New England Journal of Medicine اكبر مجلة علمية قوية جدا في العالم، عشان تنشر فيها يعني لازم تكون حاجة قوية. ده كان مشروع مع WHO في جنيفا، والحمد لله يمكن هتلاقوا ثالث اسم فيهم واسمي موجود. وكان هذا المشروع بيقوم به 3 جامعات، جامعة القاهرة وكانت فيه الدكتورة إيمان سعود، جامعة عين شمس وكان أستاذنا الدكتور يحيى الجمل. والدكتور يحيى الجمل
خد جائزة الدولة التقديرية وكان من مصوغات جائزة الدولة التقديرية هذا البحث، هذا البحث في النيو انجلاند جورنال اوف ميديسن، والعبد لله كان اسمه هنا موجود الثالث في هذا ده. وطبعا الدكتور نصر هو كان وكيل اول وزارة الصحة وهو لازم تشريفا حطينا اسمه اول اسم، وهو طبعا زي ما شايفين الاسامي هي كده ده. وانا بطعم كنت في سيوة فالدكتور احمد سعادة وهو يعني بقى بعد كده محافظ المنطقة الروتارية 4451 هو اللي صورني وانا بشكره. و when given at birth monovalent، احنا بقى استعملنا في البحث بتاعنا monovalent monovalent واحد بس طيب one oral polio vaccine is superior to trivalent oral polio virus vaccine. شركة سانوفي باستور الحقيقة عملت لنا طعم خاص في تايب 1 فقط in inducing humoral antibodies against type 1 polio overcoming high pre-existing level of maternal antibodies. ويمكن نتيجة المجهود زي بقول لكم من كتر ما كنت نايب لغاية ما بقيت أستاذ فالصحة العالمية كرمتني بهذه الشهادة. وده برضو ظهر في مجلة أمريكية بتاعت الروتري في أمريكا أو أحمد عمرو عباسي أو روتري كلاب ألكساندريا رملي. وده الروتري في العالم كله بيختار واحد في كل منطقة مرة واحدة في السنة، فاخترت أنا في هذا العام ريجنال سيرفيس أورد فور ذا بوليو فري وورلد سنة 2000 2003. ده كان قصة البوليو. طيب الاي بي في او انجكتبل بوليو، احنا لسه اخذنا لغايه دلوقتي 57 دقيقة، لكن الدكتور أسامة مديني 15 دقيقة هدية النهارده. ف الاي بي في ستارتد از سنجل دوز في الفورس مانث اوف ايج ات جولاي 2018. IPV second dose started to be given at July 2020. احنا ادم لمجموعة من الاطفال ما بين 2018 ل 2020 fractionated OPV. يعني ايه fractionated؟ fractionated يعني خدوا الجرعة اللي هي بتتعطى الواحد قسموها على خمسة ودوها انترا ديرمال عشان يلحقوا الناس. هو ده اللي اسمه كاتش اب الصح. ها ودي يمكن الشهادات اللي هي والاوامر اللي هي عشان التطعيمات بهذا الموضوع والحملة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال. وزي ما انتم شايفين بالحقن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انه هيبقى كله اي بي في سنه 2023. المفروض ان الاو بي في ده يترمي في البحر. طب ليه البحر؟ لانه لو رمناه في المجاري احنا بنقيس الفيروس اللي شد في الستولز بنقدر نعرف حاله الفيرولنت فيروس الموجود في البلد شكلها ايه، فلازم نرميه في حتة ما كنش احنا هنشوفها في المجاري او حاجة. Injectable polio vaccine in polio endemic countries and countries at high risk for importation and subsequent spread of polio. WHO recommends اللي هو الباي OPV strains 1 and 3 birth dose zero dose followed by a primary series of three BOPV doses and at least one IPV dose. يبقى لازم واحدة IPV وثلاثة
واحدة زيرو دوز الأول، تبتدي بالزيرو دوز وبعدين ثلاثة فيهم نمبر 1 سترين 1 وسترين 3 ثلاث مرات، وبعدين بتدي واحدة اي بي بي بنديها احنا عندنا في اربع شهور. If one dose of IPV is used, it should be given at 14 weeks of age or later, when maternal antibodies have diminished and immunogenicity is significantly higher. نخش بقى على البي سي جي. There is no evidence that the Basilical Medgrain vaccine protects people against infection with COVID-19 virus or COVID-19 virus. عشان كان مطلعين انه البي سي جي ده وكانت عامله هيصه وهوجه ولغايه النهارده برضه هوجه. لا، there is no evidence whatsoever. ده هو الكونتمبرري وهذا هو الحديث. Two clinical trials addressing these questions are underway, and in the absence of evidence, WHO does not recommend BCG vaccination for the prevention of COVID-19. WHO continues to recommend neonatal BCG vaccination in countries or settings with a high incidence of tuberculosis. Two registered protocols for clinical trials aim to study the effects of BCG vaccination given to healthcare workers directly involved in care of patients with COVID. يعني الناس العاملين في مجال الحقل الطبي طعموهم بالبي سي جي عشان يشوفهم بتاع. Reducing healthcare workers absenteeism in COVID-19 pandemic through BCG vaccine or BCG vaccination to protect healthcare workers against COVID. Cutaneous tuberculosis, owing to the beneficial effect in cutaneous tuberculosis and leprosy, which was almost likely related to cell-mediated immune response, interest rose in using Basilica vaccine as a therapeutic agent in other skin conditions, including warts, cutaneous leishmaniasis, and oral lichen planus. In intravesical treatment, Bacillus calmette-guérin, BCG, has become a standard modality to reduce the risk of recurrence and progression of superficial non-muscle invasive bladder cancer. شفتوا بقى، ادي الفاكسين تاني للمرة التالتة بيعالج الكانسر. احنا قلنا عندنا الهيباتيتس بي، قلنا الهيومن بابيلوما فيروس، بنقول دلوقتي البي سي جي. شفتوا بقى في تطعيمات انتي كانسر. خلاص هنحلي بقى دلوقتي بايه؟ بموضوع الساعة اللي هو الكوفيد 19. احنا على العموم ما عدناش غير 3 دقايق والدكتور أسامة مدينا 12 دقيقة فوقهم كمان. ما أظنش إن احنا هنكمل أكتر من كده. 40 مليون حالة. الدكتور أسامة هو اللي جايب لي بقى الاستاتيكس الجديدة. دكتور كل الاستاتيكس دي الدكتور أسامة اللي جايبها، خلي بالكم مش أنا، جايب كل هذه الاستاتيكس. الحقيقة راجل خطير في مواضيع الاستاتيكس دي. كل دي يعني 40 مليون حالة. ولو إني أنا في مؤتمر الدكتور نادر الفصيح كانوا جايبين بيقولوا إنه في 700 مليون حالة. أنا ما أعرفش بقى 700 مليون ولا 40 مليون، مش عارف. لكن ال 40 مليون دول كونفيرم مكتوبين فعلا. والديثز بقى وصلوا من مليون و 121 حالة. هو اصلا الانفلونزا كان بتموت كل سنة 500
ألف حالة يعني نص مليون، دلوقتي هنا دخل على 1,120,000 حالة، وده اللاست أبديت يوم 21 أكتوبر. شاكرين قوي يا دكتور أسامة على هذه الستاتيستيك الرائعة. WHO درافت لاندسكيب كوفيد كانديديت فاكسين 22 أكتوبر، 44 كانديديت فاكسيني in clinical evaluation 105. ده بقى دلوقتي بيجربوا تطعيمات، وعندنا في مصر بنطعم، ويمكن السيدة وزيرة الصحة خدت الجرعة الثانية من عدة أيام، والله برافو عليها انها ايه يعني فولنتير قوية جدا جدا ما شاء الله عليها، وهي يعني راحت في عقر دار الصين وفي عقر إيطاليا وفي أثناء المرض. فيعني احنا بنحيي دكتورة هالة وانها يعني موفقة بإذن الله تعالى. طبعا انا بشكر يعني صديق عزيز الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق و مستشار رئيس الجمهورية، وهو راجل صديق ويعني وراجل عالم. والسنة اللي فاتت كان مشرفنا في بانل، كنت أنا في مؤتمر الدكتور أسامة برضو في القاهرة عاملينه، وكانوا بيتكلم عن البي سي جي الدكتور محمد عوض تاج الدين. The safety of immunogenicity data from trial of two vaccines candidates in younger and older adults trials in Germany and the United States support the selection of أصناف من الفاكسينز. هو دلوقتي الفاكسينز الحقيقة يعني تنحصر مئات أو عدة مئات، ولكن to sum up في عندنا أسترازينيكا مطلعة طعم وكانت واقف شوية لكن رجع يشتغل، إيلاي ليلي مطلعة طعم وكانت واقف شوية معرفش رجع تاني ولا لا، في طعم في روسيا، في طعم في اثنين في الصين، في طعوم مختلفة يعني في دول العالم، يمكن في طعم تابع فايزر ينزل بعد الانتخابات الأمريكية، والانتخابات الأمريكية يوم 3 نوفمبر، ويقولوا ان هو هيبقى في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر، وهياخد يعني emergency authorization. يمكن أنا بشكر برضو الزميلة الدكتورة جيلان عثمان، وهي كانت زميلة لنا في مستشفى الشطبي في الأطفال، ولكن هي ما شاء الله دلوقتي شيف باثولوجيست في كولومبيا، وبتديني معلومات بصفة انتظامية، وكانت المعلومات اللي أنا بقولها دي جزء منها. هاي شركة فايزر هي قدامنا اللي احنا بنقول عليها، والشركات اللي فوقها هنا كده، وأسترازينيكا وكده. أنا يبقى أخدت بس 8 دقايق و43 ثانية زيادة عن الميعاد بتاعي. أشكركم شكرا جزيلا، أرجو أن يكون شباب أطباء مصر اللي بأفخر بيهم، واللي السنة اللي فاتت الحقيقة جبت مصر من أول أسوان أكثر من مرة، والمنيا والغردقة والمنصورة ورأس البر، وطبعا بورسعيد. ده بورسعيد كان لها الباع الأكبر الحقيقة. الدكتور أسامة السنة اللي فاتت عمل 3 ميتينجز جبارين حلوين، منهم كان واحد عن الدرماتولوجي. فأنا الحقيقة بشكر الدكتور أسامة إنه أولاً
جابني من اسكندريه لغايه هنا ودعاني واداني اقامه ويعني دلعني بقى. ها واشكره جدا جدا، وكل سنه وانتم طيبين، والسنه الجايه ان شاء الله يكون بقى مؤتمر لايف بجد ان شاء الله. اشكرك جدا.